في بلد يقوده جنرال عسكري يحكم الناس بالحديد والنار، لا يتوقع أن يكون هناك مجال للاختيار، فكل شيء بالقوة وعلى حسب رغبة السلطة، غير أن المفارقة تتمثل في اختيار هذا الاسم تحديداً، الاختيار، ليصبح عنواناً لأبرز عمل درامي تنتجه السلطة للترويج لنفسها أمام الشعب. ملايين الجنيهات تنفق سنوياً على نجوم من الصف الأول ليحكوا للناس تاريخهم القريب الذي عاشوه بأنفسهم، لكن هذه المرة مزيفاً وتلفيقياً، حيث لا يتضمن هذا التاريخ عشرات الأحداث التي تدين السلطة القائمة، فلا مرسي رئيساً انتخبه الشعب بإرادته الحرة، ولا السيسي انقلب عليه وقتله في سجن انفرادي، ولا مصر باتت واحدة من أكثر الدول ديوناً في عهد المنقذ، ولا تيران وصنافير تم بيعهما للسعودية بثمن رخيص، ولا فرط السيسي في مياه النيل، ولا حتى اللواء عبد العاطي قدم اختراعاً هزلياً لعلاج فيروس سي والإيدز عبر الكفتة. المنقذ ملاك بجناحين. في موسمه الثالث يظهر دور السيسي وزير الدفاع الذي يطمع في السلطة وسرعان ما يقتنصها من رئيسه الذي أقسم على الولاء له. يبدو الجنرال قلقاً مما سيكتبه التاريخ عنه، ربما هذا ما دعاه للتعجيل بكتابته بنفسه ليصبح أول شخصية في تاريخ مصر تجسدها الدراما في حياتها، لكن المثير للسخرية هو تقديمه بصورة ملائكية غارقة في البراءة، وكأنه بالفعل ليس بشراً مثلنا. طوله الذي يخجل منه جرت معالجته باختيار ممثل يفوقه بوضوح، إظهاره التقدير والخضوع في حضرة رئيسه جرت معالجته أيضاً باختلاق مشاهد يهدد فيها رئيس الجمهورية، وهو ما تكذبه شهادات من حضروا هذه الفترة، فضلاً عن تسريبات المسلسل نفسه الذي يظهر صورة مخالفة تماماً. ظهر السيسي باراً بوالدته التي دار حول علاقته بها كثير من الأحاديث، رحيماً بأولاده الذين لم يظهر منهم حتى الآن سوى الابنة، فيما يواصل الأولاد الغياب عن المشهد، لكن أحدهم على الأقل وهو محمود يلعب دوراً بارزاً خلف الكواليس، بما في ذلك كواليس المسلسل نفسه. الأشرار وحوش كاسرة. في المقابل يظهر السيسي خصومه وكأنهم محض أشرار متوحشين، لا عائلات لهم ولا أطفال ولا حياة اجتماعية، يقدم العمل الدرامي صورة خالية من الدراما التي تتطلب تعقيد الشخصيات بدلا من فك ألغازها بهذه السهولة، ليصبح من وجهة نظر النقاد واحدا من أسوأ الأعمال الدرامية وأكثرها توجيها، ويمكن لغير المتخصص إدراك ذلك بسهولة عند مقارنة الاختيار مع مسلسل الجماعة مثلاً، رغم أنهما يتناولان موضوعين متقاربين، هذا فضلاً عن فيلم البريء الذي قدم شخصيات أكثر تعقيداً، ولا نتحدث هنا فقط عن شخصية أحمد سبع الليل، بل حتى عن اللواء توفيق شركس، الرجل المتعلم والحنون مع الأطفال، لكنه يتحول إلى وحش لا يعرف الرحمة عندما يعود لإدارة السجن، ولا يتورع عن تعذيب المعتقلين بأبشع الطرق إيلاماً. تزييف الواقع امتد لتبييض وجه أجهزة مثل أمن الدولة في مسماه الذي أطلق عليه بعد ثورة يناير الأمن الوطني، ونفى الوقائع التي يعرفها كل المصريين وأثبتها القضاء نفسه في عشرات القضايا حول قمعه وتعذيبه المواطنين قبل الثورة، لدرجة أنه في أحد المشاهد يقول الضابط زكريا يونس بوضوح أن الشرطة لم تتغير وأنها دوماً ما كانت تحمي البلاد وستستمر في فعل ذلك، يقصد هنا التآمر على الرئيس الذي انتخبه الشعب، حيث قدم المسلسل كذلك دليلاً على أن مؤامرة الأجهزة السيادية بدأت منذ اليوم الأول لانتخاب مرسي، ما يعني أن النية كانت مبيتة على الإطاحة به. لا يبحث السيسي إذن عن عمل فني قريب من الواقع أو يؤرخ لفترة زمنية هامة، بل يبحث فقط عن عمل دعائي يخدع به أنصاره ويرضي غروره وكبرياءه، ولعل هذا ما يفسر إشراف الشؤون المعنوية بالجيش على المسلسل، وكأن السيسي يعامل المواطنين مثل الجنود ليس عليهم سوى السمع وطاعة الأوامر.